السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي مسائي. معاكم مس رشا بدران جونيوس أكاديمي، ومعانا النهاردة درس البدن. يلا بينا يا شباب. الله يمس. يلا يا مس. وصلوا معايا كده؟ أكيد. يعني ايه كلمة بدل؟ كنا امبارح بنتفرج على ماتش الاهلي، مش كده؟ ايوه يا مس، وفريق العين، تمام؟ الماتش عموما لما بيحصل تغيير، هل ينفع اجيب دكتور انزله مكان لاعب كرة او لا بديل للاعب كرة، لا لا، ولا لازم يكون هو نفس التخصص ونفس الشكل ونفس الاسم؟ انا لازم بتكلم نفس الاسم التخصص. كمهارة، يعني كوظيفة، صح ولا لا؟ صح صح تمام. فاحنا عندنا لما بنجيب بديل لازم يكون الى حد ما مطابق ليه او يشمل على صفة من صفاته، تمام؟ تمام تمام. تعال بقى نشوف الكلام ده في النحو ازاي. لما اقول لك هنا حضر محمد، تمام كده؟ تمام مين اللي حضر؟ محمد ومين اللي حضر؟ فاطمة. لا انا مش بهزر، انا بتكلم الجملة. لا هو يمشي. ما احنا ده يا مس احنا مش بنهزر والله. انت بتقولي طيب حضر ماشي. حضر ها الطلبة محمد، بتقولي مين اللي حضر؟ قلت لك محمد. محمد اللي هو في المثال، طب ومين كمان برضو؟ والطالب، مش الطالب هو محمد ومحمد هو الطالب؟ ايوه يا مس. طيب أيوة. هنا بقى يا شباب بسمي التانية دي، يعني انا لو اكتفيت لو شلت محمد واكتفيت بالطالب، مش كده المعنى تم عادي؟ ايوه يا مس. حضرات طالب، تمام؟ لكن محمد هنا بسميه بدل، بسميه ايه؟ بدن بدل. بدل. طيب البدل هنا لو جت الصفة قبل الموصوف، يعني مش صفة محمد ده ان هو طالب، ايوه يا مس. ايوه صف النطار. طيب ما ينفعش العكس، يعني لو العكس بقت صفة، لو قلت حضر محمد الطالب بقت صفة. اوكي؟ تمام. يبقى هنا محمد اوكي. بديل للطالب نفسها. جاء الخليفة علي. ها فين البدل؟ البدل محمد أنا بقول على المثال التاني. جاء الخليفة على علي. البدل اللي هو علي. علي. علي تمام كده؟ تمام. تمام. يبقى عندنا هنا عرفنا يعني ايه بدل، ان هو كلمه بديل للكلمه، تمام؟ طيب البدل بقيه التوابع، احنا اخذنا من التوابع في سنه تانية النعت والعطف والتوكيد، صح؟ ايوه بقى نيمينا بقى يا فاطمه، تمام؟ النعت والتوكيد والعطف، يعني ايه توابع؟ يعني بيتبع ما قبله، بيأخذ اعراب ما قبله، صح كده؟ صح يا مس. تمام. يبقى هنقول هنا البدل اهو من التوابع. اوكي، تعالوا بقى نشوف انواع البدل. عندنا 3 انواع للبدل. كم نوع للبدل؟ 3. اول نوع عندنا اسمه مطابق، اسمه ايه؟ مطاب طابق. والنوع الثاني اسمه بعض من كل،
اسمه ايه؟ بعض نشكر والنوع الثالث اسمه اشتمال. اسمه ايه يا شباب؟ اشتمال طيب يبقى اشتمال المطابق بعض من كل اشتمال. تعالوا نتعرف على نوع نوع. شايفين النوع اللي فوق ده؟ ده مطابق، اللي هي كلمة بتطابق كلمة، تمام؟ تمام تمام وزي ما قلت لازم نراعي فيها إن ما ينفعش نقول علي الخليفة. لو قلت علي الخليفة بقت الخليفة إعرابها إيه يا فاطمة؟ العميس لو قلت هنا علي الخليفة، جاء علي الخليفة، يبقى الخليفة إعرابها إيه؟ بدأ جاء علي الخليفة. ثواني ثواني جاء دي من الأسماء طبعا انت عايزة من البدني مش صح البدن عليك أنا مش عايزة بدل، أنا بتكلم انت إعراب عايز الخليفة. خبر خبر جملة فعلية. أنا لسه قايلها دلوقتي. ها ما انا قلت لما جملة يبقى حضر جملة الطالب محمد يبقى إعراب محمد بدل. لما أقول حضر محمد الطالب يبقى الطالب نعت. تمام؟ تمام تمام؟ تمام تمام يا مس يبقى من أنواع البدل المطالب المطابق إيه؟ النبي، محمد، أشرف، ها فين البدل؟ انا اقول انه يمس اقول انا محمد محمد. محمد طب انا لو عكست هنا يا محمد وقلت محمد النبي أشرف الخلق. يبقى اشرف يمس لا مش عايزه، مش النبي عايزه، انا مش عايزه بدل. انا لو قلت هنا النبي بقى هيبقى اعرابها ايه؟ جملة اسمية جملة اسمية يمس هي ايه اللي جمله اسميه؟ مش قدامها محمد قدامها اسم يبقى ثانية واحدة يا مس ها أعرب محمد انا عايز اعرب النبي. النبي لو عكسنا انا قلت النبي محمد يبقى بدل، لكن لو قلت محمد النبي مبتدأ هنا في الحاله دي هتبقى نعت. نعم يعني لما اجيب الصفه قبل الموصوف بتبقى بدل، لكن لو جبت الموصوف وبعديه الصفه بتبقى نعت عادي. تمام 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 كمان واحدة. الفاروق، عمر، الشهير، العدل. ها فين البدل؟ عمر عمر والفاروق اعربها ايه؟ نعم مبتدأ نعم مرفوع. مبتدأ مرفوع. نعم برافو عليك يا محمد. نعت ازاي في اول الجملة؟ طب لو عكستها يا محمد وقلت عمر الفاروق في الحالة دي بقى يبقى الفاروق ايه؟ نعم 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 برافو عليك، برافو عليك. طيب من أنواع البدل المطابق، من أنواع البدل المطابق اسم الإشارة
زائد ألف ولام. يعني لو شفت اسم إشارة وجاي وراه ألف ولام هيبقى بدل. زي إيه؟ زي ايه لو جيت اسم العشرة؟ هذه أقول لك هذا المدينة. جميلة. منور. هذه المدينة جميلة. عندنا اسم إشارة وجاء بعديه ألف ولام وبعدين خبر. تعال نعرف كده مع بعض، هذه هنقول عليها إيه؟ حرف جر، حرف جر، حرف إيه؟ جر، حرف ظرف. جر، جر يا مس، جر. اسم هذه إشارة. هذه حرف جر. اسم ايوه يا ميكي، هذه حرف اشاره من اسماء الاشاره. اسم اشاره، اسم اشاره، اسم هذه إشارة. هنقول إيه؟ اسم إشارة مبني في محل إيه؟ في محل رفع، في محل رفع. رفع إيه؟ ها؟ ثاني بس، في محل رفع مضاف إليه. لا مضاف إليه يا حبيبتي، يا مضاف أقول اليه أنا ايه؟ هو اصلا في اول الجمله، في محل جر، في محل رفع ايه؟ في محل رفع مبتدأ. مبتدا. طيب وده اسم اشاره وجاء بعديه الف ولام، يبقى اللي بعديه هنعربه ايه؟ اللي بعد ايه؟ مثل بعد المدينة لا المدينه مضاف إليه. مضاف. لا لا ها؟ خبر، خبر، لا خبر، خبر، لا انا لسه قايلها دلوقتي. نعت. بدل. هو مس بدل. ازاي بدل يا مس؟ انا قايله اسم اشاره وبعديها الف ولام. تمام تمام يا مس، تمام كده. طيب تمام. بعديها بقى جميله، هتبقى اعرابها ايه؟ جميلة. نعم. ناتيس. لا ايه هي يا مس؟ قولك التاني، قولك جميلة التاني يا مس. جميلة. جميلة جميلة. هذه المدينة جميلة. دي اسم إشارة. دي يا مس تبقى مرفوع، مرفوع باسم ده اللي هو إن شاء الله أنت بتقوله. ثانية يا مس. أنا ملخبط يا مس، ثانية. أنا عايز أقول أنا عارف اللي يجي ورا اسم الإشارة يا مس. ليه كده عرب؟ أنا عارفه يا مس. ثانية ما احنا خلصنا من اللي ورا اسم الإشارة. أنا قلت هذه أنا بقولها. أيوة يا مس، ما هنجيب المدينة، هنقول المدينة. ما احنا قلنا المدينة. طب ما الجميلة المدينة. يبقى أعرف جميلة صح؟ ثانية جميلة. مس معلش، قولي اللي قلتها في الأول كده. ني ده اللي هي اللي أنت ايه قلتها، بالظبط؟ اللي أنت قلتها لنا تانية مثلا، أنا لخبطت فيها. ده اللي هي ايه؟ ما انا مش فاهمه اقول ايه يعني. اللي هي لا، جميل. لما أنا قلت، المدينة لما أنا بدل. قلت مضاف إليه، أنت هذه قلت لي اسم المدينة بدل، صح كده يا مس؟ جميلة. نعت يا مس. نعت المين؟ يا مس معلش، قولي لي اللي قلتها كده تاني في الاول، اللي انا قلت لك مضاف اليه، قلت لي لا مش مضاف اليه. هذه ممكن خلاص ممكن نهدى. ماشي مس. هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وقلنا أنا لسه قايلاها دلوقتي حالا، اللي بيجي بعد اسم الإشارة بألف ولام بنقول عليه بدل مطابق. بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن بياخد إعراب اللي قبله، واللي قبله في محل رفع. طيب عندنا مبتدأ يبقى عندنا خبر، يبقى جميلة إيه؟ بس انا قلت في الاول والله خبر في الاول خالص. يبقى جميلة خبر. خبر ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضم. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى احنا انا بس ببين عندك هنا ان اللي بيجي بألف ولام بعد اسم خبر. إشارة ده نوع من انواع البدل الايه؟ المطابق. نوع من انواع البدل ايه؟ المطاق المطابق. البدل المطابق. تمام كده؟
طيب 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 انا برضو عشان اتاكد ان ده بدل، انا لو حذفته من الجمله المعنى ما بتاثرش، يعني لو شلت كلمه المدينه وقلت هذه جميله كده المعنى تمام ولا لا؟ المعنى كامل؟ ايوه كامل يا مس. تمام. طيب انا برضو بدي بس انا لسه هنفتح الكتاب برضو ونقرا. البعض من كل بقى ليه كلمات بتدل عليه. مس صوت حضرتك بيقطع. بقول البدل البعض من كل ليه كلمات بتدل عليه، تمام؟ لما اقول لك هنا ايه؟ قرأت تمام. الكتاب نصفه. مس ممكن اشرح لحضرتك البدل المطابق؟ اما نخلص، قرأت الكتاب نصفه، فأنا بتكلم إن أنا أخذت جزء من الكتاب، بدل ما يعني أقول لك أنا بدل ما قرأت الكتاب قرأت نصفه، يبقى هنا البدل إيه؟ الكتاب ولا نصفه؟ الكتاب البدل هنا الكتاب نصف 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 يا مس، البدل تمام نصف. تمام كتبت الواجب ثلثه، ها كتبت ايه مس؟ كتبت ايه؟ بتهيألي ظاهر على الشاشة أهو. كتبت الواجب ثلثه. من الواجب البدل الواجب البدل ثلثه، ثلثه، لا ولازم يكون في ضمير بيعود على ما قبله، تمام؟ يبقى لازم بيشتمل على ايه؟ على ضمير بيعود على ما قبله ويكون جزء من اللي قبله، تمام؟ تمام. تمام. اقول لك هنا نظف المنزل فراته. فين البدل هنا؟ حجراته. نظفت المنزل حجراتي مس. حجراته. طيب دايما البدل البعض من كل شيء مادي، يعني ايه شيء مادي؟ اقدر اشوفه، اقدر المسه، تمام؟ اما بدل تمام. الاشتمال زيه زي البعض من كل، لكن بيتكلم عن حاجه معنويه ما اعرفش اشوفها او امسكها، يعني لما اقول لك ايه اعجبني المعلم شرحه، مش الشرح ده حاجة معنوية ولا حاجة تتباع عند البقال؟ حاجة شرح معنوية حاجة قوية معنوية. معنوية يبقى في الحالة دي هيبقى بعض من كل ولا اشتمال؟ بعض من كل. اشتمال. لا اشتمال، المعنوي اشتمال، المادي بعض من كل، تمام؟ تمام. تمام. هنا برضو أطربني المغني صوته، ها البدل هنا أطربت صوت البدن المغني لا صوته. صوته. تمام. الله عليا والله. كملي بس. البدن صوته. تمام. أو أعجبني الفتاة أخلاقها. الفتاة يا مس البدن، الفتاة البدن، لا الفتاة مش البدن، أخلاقها. أخلاقها. تمام. مس ازاي اعرف انه بدل الاشتمال؟ ما قلت لك حاجة معنوية. تمام. تمام. طيب هناخد دي سكرين كده فاطمة. تمام يا
حتى امس هاد نيمس. ها هدنا انا راح نفتح الكتاب بتاعي. تمام سوينا كبير. نفتح صفحة كام يا مس؟ مية واحد وثمانين. 181 اه ثانية بس. فتحنا يا مس 181. البدل يلا البدل هو تابع. ها أقرأ أنا فين هو البدل؟ فين يا مس البدل هو تابع؟ بدل تابع يذكر بعد اسم يسمى يذكر المبدل بعد انه بعد اسم يسمى ويتبع في الاعراب المودة منه رفعا او ويتبعه في نصبا الإعراب. او جرا مثل تمام تابعات شرح زي المعلم. ايه؟ تابعت شرح المعلم. تابعت دي فعل أيوة. وفاعل، وشرح دي مفعول به، شرح المعلم نكرة ومعرفة دي مضاف إليه. طيب هنا جاء بعديها المعلم محمد، يبقى أنا عرفت هنا إن ده اللي قبليه فده مضاف إليه مجرور، لكن اللي بعده هيبقى بدل، هياخد نفس إعرابه يبقى بدل إيه؟ مجرور. تمام كده؟ طيب تمام يا مس. لاحظ أن كلمة محمد في المثال السابق يمكن أن تحل محل كلمة المعلم، ولذلك فكلمة محمد بدل وكلمة المعلم مبدل منه. تبعت كلمة المعلم في الإعراب فكلتاهما مجرورتان. عندنا بقى نشوف أنواع البدل. أقرأ أنا يمس أنواع البدل. البدل المطابق كل أقرأ أنا كل يا واحد فاطمة قرأت. البدل عندنا 3 أنواع، أنا لسه قايلهم البدل. دلوقتي، مطابق بدل المطابق. وبسميه كل من كل، يعني هما الاثنين مش نفس المعنى، سواء قلت مطابق أو قلت كل من كل، الاثنين نفس الإيه؟ المعنى. أو المعنى أو بدل الاشتمال. وعندنا بدل بعض من كل، وعندنا بدل اشتمال. تعالوا نشوف البدل المطابق. البدل المطابق كل او كل من كل هو ما تطابق فيه المبدل منه والبدل وتساويا في الدلاله، اي يصح ان يحل البدل محل المبدل منه، اشيل ده واحط ده، ده بيجي مكان ده. طيب قلنا النبي محمد، الخليفه علي، شوفوا بقى النوع الثالث ده انا نسيت اكتبه عندكم في الورقه، سلمت على المهندس، مهندس الشركه. تمام، لكن لو قلت تمام المهندس المهندس بقت توكيد، لكن لما اقول المهندس مهندس الشركة بقت بدل.
تمام 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 طيب ادا البدل الايه المطابق. الدس صغير جدا يعني. لا مش صغير قوي، هتشوف الوقت. تمام، الاسم المعرف اللي لسه قايلها دلوقتي، الاسم المعرف بأل بعد اسم إشارة، هي أسامي الإشارة، أسامي الإشارة مش أسماء الإشارة للقريب بس، يعني باسم اسم الإشارة للقريب وللبعيد. زي ذلك وتلك وأولئك، بيعرف بدل المطابق بس بشرط أن يكون هو المشار إليه، يعني أقول لك هؤلاء الطلاب مجتهدون، لكن لما أقول إيه نجح هؤلاء الطلاب، هؤلاء هنا هتبقى هي الفاعل هي اللي مؤشر اليه، تمام؟ او اكد ذلك الطلاب فما تنفعش. طيب لما نقول هنا ايه؟ اخذنا في النداء بما فيه ال، اذا تقدم اسم الاشاره اداه نداء اللي بعديها بيعرب نعم. يعني انا عشان اقول ان اللي بالف ولام بعد اسم اشاره بدل ما تكونش مسبوقه بنداء، لا مسبوقه بنداء تبقى نعت. تمام؟ ودي النقطه اللي انا ان انا قلت عليها من شويه، ان انا ما ينفعش ابدل، لو قلت حضر المهندس محمد يبقى هنا ايه؟ بدل. لكن لو قلت حضر محمد المهندس بقت نعت. تمام؟ تمام تمام. تمام يلا كده نشوف الأمثلة دي. عين البدل والمبدل منه فيما يلي. تمام يا أستاذ. حصد الفلاح سعيد القمح، عين البذر والبدر منه. البدل يا مس هنا هيبقى القمح، والمبدل سعيد، صح؟ صح يا مس؟ المبدل سعيد والبدل قمح. لا لا يا مستر، سعيد اللي هو البدل، سعيد البدل، عيد البدل. طب المبدل منه القمح. فاهمين؟ يعني سعيد جاي مكان القمح، ده الفلاح يا مستر. يبقى هنا سعيد هو البدل والفلاح المبدل منه، يعني اللي قبله. تمام طيب اللي بعده مين اللي قال دي؟ فاطمة محمد، أخرجت الزكاة زكاة الفطر، فين البدل؟ الفطر، لا غلط. الزكاة، أقول لنا ها الزكاة يا مس، الزكاة، الزكاة البدل ولا ولا زكاة؟ زكاة، زكاة يا مس، زكاة الفطر، ليه زكاة الفطر، الزكاة وبعد كده يعني دي الزكاة البدل، البدل. يعني دي البدل. مس الزكاة استنى انا اقولها لك انا يا مس. لا لا المبدل. لا لو سمحت يا فاطمة لما يبقى يخلص كلام. تمام. ها أخرجت الزكاة الزكاة هي مس، زكاة الفطر، ها فين البدل الزكاة وفين هي المبدل منه؟ اللي فيها ألف لام، اللي هي البلد. غلط. لا يا مس، الزكاة، ما هي دي الزكاة زكاة، ها اللي في زكاة الاول هي اللي بتبقى البدل، ولا الثانيه هي اللي بتبقى البدل؟ ثانية. يبقى الثانيه، يبقى دي بدل واللي قبلها المبدل منه. تمام يلا يا فاطمه. تمام دعا وممنوع تتكلم في دورها. دعا تمام الاديب قاسم امين الى تعليم المراه، فين البدل؟ البدل تعليم. البدل تعليم يا مس، تعليم. والمبدل لا
احنا عاوزين هم يا جماعه يا جماعه، ان بدل حاجه بنفس المعنى نفس الشخص. البدل يا مس أمين والمبدل قصدي البدل قاسم والمبدل أمين. قاسم يا مس المبدل صح؟ أمال يا مس طب يا مس البدل تعليم والمبدل أمين. حبيبتي، البدل قاسم أمين اللي هو بدل عن مين؟ عن الأديب. تمام؟ يعني هنا بدل الأديب بدل منه البدل بنقول قاسم أمين. اللي بعدها يا محمد يلا. دعاء أدبي قاسم أمين إلى تعليم المرأة. لا دي فاطمة قالتها. 2 على الشاعر حافظ إبراهيم. أثنيت على الشاعر حافظ إبراهيم، فين البدل؟ إبراهيم طب وحافظ وحافظ وظيفتها فين؟ إيه مس؟ وحافظ راحت فين؟ حافظ البلد بس هو المفروض ابراهيم البدن صح؟ ليه هي حافظ ابراهيم دي بدل عن مين؟ عن الشاعر. يبقى الشاعر دي الشاعر مبدل منه، وده بعرفه حسب موقعه في الجمله، لكن البدل حافظ ابراهيم. تمام. الجواب انا اللي بعدها هؤلاء الطلاب هم الغد المأمول لمصر. هتبقى ثواني، الطلاب هي البدل يا مس. برافو عليك. وهؤلاء المبدل البدل هتبقى الطلاب. تمام يا مس كده. والمبدل هتبقى هؤلاء. مش انت قافله المايك؟ بعده تمام يا فاطمة. يبقى هنا الطلاب هي البدل، تمام، وهؤلاء هي المبدل منه. يلا يا محمد. معك يا مس. كان النبي محمد مثالا للصدق والأمان. البدن محمد تمام، هو بدل عن مين؟ الصدق والأمانة. اللي قبله مين؟ النبي النبي محمد، هو النبي والنبي هو محمد. أيوة يا مس. يلا يا محمد هو فاطمة. النبي. تمام يا مس. وطنون مصر يحتاج إلينا. مصر دي البدل، وطنون المبدل. برافو برافو عليك، كده فهمتوا؟ أي مش فهمناها. طيب يلا نشوف بقى بدل بعض من كل. مش بقول لحضرتك نعم، مش الامتحان هيبقى عن ايه؟ مش عاوز اجيب من البدل. ده اكيد. ما انا بقول بس لحضرتك الامتحان هيبقى عن ايه؟ بتقول ايه؟ هيبقى عن ايه؟ على اللي فات. يعني كام درس حددينا مثلا؟ والله احنا كنا اخذنا ايوه قسم اكثر المره اللي فاتت، واخذنا كان نص ايه يا محمد اللي هو عباد الرحمن، مش كده؟ ايوه خدنا يوم عبد عباد الرحمن. الرحمن، هجيب على كن جميلا ايوه ورحمه ومحبه، ايوه والثالث احنا اخذنا الثالث والرابع، ولا الثالث بس القصه؟ لا التالت بس تالت بس والثالث
قصة، هجيب من الثالث قصة. وهجيب على المنادى. طب ثواني بس يا مس، اكتبهم. ولو البدل هجيب حاجة مباشرة قوي، يعني مش هجيب حاجة لف. لا بلاش. طب مس، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ الامتحان يعني هتبقى جبان من التدريبات؟ ايه الامتحانات هتبقى من التدريبات؟ يعني ايه من التدريبات؟ الامتحان يعني هتحطيه من التدريبات؟ التدريبات ايه يعني؟ مش فاهمه. اللي بتاعت الدروس. اكيد هيبقى شبهها بس مش منها. كيف مش منها؟ امال ايه، مسجلين من بالنص بره يا الدروس فاطمه. يعني؟ انتي بس هتلف في الامتحان صح؟ يلا بينا نكمل بدل بعض من اثنين الفل. ها، هو اللي اثنين كان البدل فيه جزء جبت الامتحان. فعلا من اللي هتبدل منه، يعني جزء حقيقي زي ما انا بقوله اهو، يكون مادي محسوس ملموس وفيه ضمير بيعود على المبدل منه. سقط المنزل سقفه، مش ده جزء من المنزل؟ طب يا مس، بقول لحضرتك، طيب معلش سؤال. عايزين نخلص الدرس. قول. ماشي يا مس، انت قلت القصة من واحد لكام؟ انا ما قلتش من واحد لكام، لو عاوزه من واحد لكام ما عنديش مشكله، لكن انا قلت التالت بس. التالت بس. طيب تمام، على التالت. طيب بص، شوف ده اسهل حاجه في البدل، سقط المنزل سقفه. تمام، اهو فين بقى البدل؟ ثواني هجيب الصفحة بس عشان كنت مميل لكي. ساقط يا مس، البدن ساقط. سقطة المنزل. انت البدل اللي هو المنزل وسقط المبدل. والله البدل المنزل. لا، البدن سقط يا مس، المبدل سقط. سقط المبدل، سقفه المبدل، والمنزل البدل. يا جماعة أنا من أول الحصة بقول إن التاني البدل، اللي قبله هو المبدل منه. تاني دي سقفه، ده البدل، تمام. ده البدل، ده البدل، جزء من المنزل. تمام، ما قلت لك يا طيب مس، البدل قرأت للإسقاط الكتاب ثلثه، مش، ما انا قلت لك تلت البدل، تلت البدل، والبدل والمبدل فسلمت منه على كتاب. المدعوين معظمهم. المبدل المدعويين تمام، والبدل معظمهم. الاشتمال قلنا شيء معنوي ولازم برضه يكون فيه ضمير. أعجبني الكتاب فكرته، سمعت الشاعر إنشاده، انتفعت بالقرآن أحكامه. يبقى هنا البدل فكرته، إنشاده أحكامه. تمام؟ تمام، احسن حاجه، احلى حاجه لحد دلوقتي في الدرس البدل الاجتماعي، سهل جدا. حلو قوي. تعالي لي بقى حدد البدل ونوعه وإعرابه. يا له، مين يبدا؟ قولي. طب اول حاجه عجبت باسوان. اصل اول حاجه المبدل اصغرها والبدل اسوان، باسوان مس. تمام، بتقولي كده تاني، هتكون بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك يا مس، أصغرها المبدل وأسوان غلط. البدل. انا من يعني أنت فاطمه، انا مش عارفه بقول لك ايه، أسوانها انا من اول حصه بقول التاني هو البدل. مش أسوانها البدل المبدل وأثارها البدل. تمام، اسوان المبدل واثاروها البدل. طب نوعه هنا ايه؟ اشتمال ولا بعض من كل ولا مطابق؟ اجتماع. اشتمال هي الآثار، شيء معنوي مش مادي. بدل البعض من الكل. تمام، يلا يا محمد. يمتعني اللاعب أداؤه. أداه يا مثل البدن. طب نوع ايه يا محمد؟ أداه أي، مش فاهم يا ابني نوع. اه
يعني لا ده لازم. هو ايوه مطابق ولا بعض من كل ولا اشتمال؟ مطابق لا بعض من الكل. ما قلت بعض من كل يا مس. طب ليه بعض من كل يا مس؟ لا، ما هوش بعض من كل. بعض من كل قلنا شيء مادي. امال انت، امال ايه يا مس؟ انت اللي قلت بعض من كل ده، انا قلت لك مطابق. انا ما قلتش بعض من كل، انا ما قلتش حاجه، انا بقول هو مطابق ولا بعض من كل ولا اشتمال. مطابق لا هو نفس الاسم. لا طب لا جه يا بعد مس. اسم اشاره. ايه مس؟ لا يا مس مش نفس الاسم، يبقى مش مطابق. تمام. معلش يا مس، قول التلاتة كده اللي هما مطابق والتانية وبعض من كل واشتمال. بعض من كل لا ما انا قلت هو مش بعض من كل. اجتناب. اشتمال لان هو شيء معنوي. انا ما ينفعش اروح اقول للبقال والنبي هات لي شويه اداء بتاع اللاعب. تمام. تمام. يلا يا فاطمه اللي بعدها. قرأت الكتاب نصفه، أول حاجة نصفه دي البدل، برافو. والكتاب نو مبدل. أيوة الله، نوع بدل الاشتمال. الاشتمال يا مس. لا طيب كده بدل البعض من الكل. ايوه، كلمة نصفه، ثلثه، ربعه، معظمه، كل دي كلمات بتدل على البدل، البعض من كل. جزء من الكتاب، مش نصفه ده جزء من الكتاب، ايوه يبقى اسمه بعض من كل. تمام صح، تمام 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 يلا يا محمد. نعم. أداة الفتاة لتفويقها، لا رقم أربعة، حفظت القصيدة وأبياتها. أبياتها يا مس. تمام. نو إيه؟ مثل الثلاثة يا مثل، أنا عايز، أنا عارف، أنا عارف هي ممكن دي مش مطابق، مش مطابق يا مثل. ماشي. طيب الاثنين التانيين تاني عندنا اسمهم ايه؟ حاجتين بقى، اللي ما دام فيها ضمير كده، ما دام فيها ضمير يبقى عندنا حاجتين، يا اشتمال يا بعض من كل. قلنا الاشتمال حاجه معنويه انا ما اعرفش امسكها بايدي، اما بعض من كل شيء مادي. بعض من كل دي مس، شيء مادي برافو بعض من عليك. كل. يلا يا فاطمه. طيب أدهشتني الفتاة تفوقهم، أول حاجة البدل تفوقها، والمبدل الفتاة، وهتبقى نوع اشتمال. برافو عليك. يلا يا الله محمد. عليك. أدهشني الفتاة، هذا الطالب متفوق. متفوق مثل المتفوق. طالب. طالب. الطالب. طب نو ايه؟ ثانية مس. مش مطابق ديمس، مش مطابق. لا مطابق. اللي بيجي لا بألف مطابق ولام ازاي؟ بعد هذا أو هذه أو أي اسم إشارة بيبقى مطابق. تمام يا مس. طب يلا يا فاطمة. فاطمة اسفه والله يا مس، انا بتكلم وحليته والمايك مقفول. قلت لك اول حاجه يا مس ادهشني، لا بهران المعلمات شرحهم، شرحهم دي هتبقى البدل، والمعلمات المعلمان المبدل، واول حاجه هتبقى بدل الاشتمال. بدل برافو الاشتمال عليك. حضر المدعوون معظمهم يا محمد.
حضر المدعوون معظمهم يمس برافو. طب نوع ايه؟ ومطابق عشان انت قلت اللي ماشي لا ورايا آه. الاسلام. لا آه. لا يمس، قلت ماشي ورايا الف ولا، ما انا فاهم كده. امال يمس قلنا معظمه، نصفه، ثلثه، ربعه، دي كلمات بتدل على البعض من كل. امال دي تبقى يمس. ليه ايه؟ هي معظمهم بدي ما تبقى انا بقول لك يا محمد دي بعض من كل. بعض من كل. تمام طيب انا هنكمل بقية الصفحة واجب. تمام 185 واجب. ماشي. كتير على فكرة حلوين صح. حلوين معاك في الحصة يا مي، أوي. بالله شكرا. بيعجبني فيكي إن أنت فهماني. شفت يا ميس؟ بس ليه بس ما قلتليش ليه يا ميس؟ ليه؟ ليه يعني قوي؟ هو ايه عشان اللي كل واحد ما يشوف دور الثاني. انا قلت لكم مش بس عشان كل واحد ما يشوف دور الثاني. أي شكرا. ماشي يا شباب، اخرج انا بقى عشان خاطر ايه، عندكم حصه بعدي. أيوة أنت ايوه عندنا إيه؟ ماشي يا حبيبي، يلا سلام، اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين. لا مش